البلاد كتبيع لحمك وكتعاقب عليه، كتبيع لحمك وكتعاقب عليه. علم الله كون شفرتي، كون قتلتي، كون سرقتي. عبد العالي الرحاوي، معكم عبد العالي الرحاوي، سن 27 سنة، سبق لي ودخلت في قلوب التليفون، في قلوب ديال في تليفونات ديال المغاربة بصراحة، والله يجعلني خفيف الظل على قلوبكم. كنتمنى من هذا المنبر عواشركم مبروكة، المغاربة اللي داخل وخارج المغرب. عبد العالي قلت شي واحد شينا باش غادي تشوف باش بعد من المثلية، علاش انت باقي دابا؟ انا بعدت من المثلية، يعني كتعرف هاد شهر رمضان انا كنطلبت توبه لله عز وجل. انا تبدلت، يعني قلت لكم غنحيد الجلالب، غنحيد الماكياج، غنحيد بزاف د الحوايج، والحمد لله انا بدلت شويه بشويه. فهاد رمضان غنحاول نواعد نفسي وغنتقرب الله عز وجل بانني غنتوب، ولكن الا كنت غنتوب غنتوب بايد نظيفه، ماشي ايد اللي كما سبق لي وانا لحت ونمرتي. راه كون شتي الميساجات اللي كيجوني في التليفون، السب الشتم اللي كيقول لي باغي نتزوج بك، يعني غير تفليا وما كاين حتى شي واحد الايد اللي انا باغي نكري، انا باغي نتعاون ديالك على اساس المساعده باش يساعدوك الناس. باش وانا راه بغيت نرجع للطريق الصحيح، كاين شي واحد ما كيبغيش يرجع لطريق الله عز وجل؟ انا بغيت نرجع للطريق الصحيح، ولكن انا ما جاتني حتى شي مساعده. انا بغيت نخدم، بغيت انا نجلس نستقر، انا تكون عندي، يكون عندي غابيت، يكون عندي غابيت فين نتخبى فيه. واش انا رمضان وكنعس في الزنقه؟ واش انا رمضان؟ رمضان اللي كتشوف رمضان ما كاينش حتى واحد ما دق، الا ما مشيت شبعت كنينيك وطلبت ودرت ودرت، راه ما كاينش اللي كيرحمني. المجتمع ما كيرحمش، مجتمع قاسي. كنت كنعيش، كنت كندبر على راسي، يا رب تسمح لي حاجه وانا صايم. ما خصنيش نقول انا كنت كنبيع لحمي باش نعيش، ولكن في رمضان انا ما نقدرش، انا صايم، انا تبت لله عز وجل. انا بعدت من هذيك الطريق، وانا بعدت من هذيك الطريق قبل اللايف ديال شوف تيفي وقبل اللايف ديال عبر، بانني صافي بعدت، وعدت الناس، وعدت المغاربه، وعدت خوتي، وعدت حبابي انني غنبعد من هذيك الطريق وغنتوب لله عز وجل. ما غنجوبش لبنادم، غنتوب لله عز وجل. ولكن بعد القرار ديال الحكومه اللي خرج واصدر، يعني مع 8 الليل خاص بنادم، خاصك 8 خاصك تكون انت مدبر وجامع فطورك، ولو واخا يكون عندك غير صدره الحليب، يعني صافي شحال الغص يعامك. يعني حنا راه كنعاني، وانا راه كنعاني بزاف وبزاف وبزاف، راه ماشي انا اللي متشرد، راه بزاف الناس متشردين. ماشي دابا انت عبد العالي تتخرج بوجه مكشوف، كاينين مثلي الاخرين اللي شي عانيو دابا في الصمت. انا راه كاينين كيعانيو في الصمت، ولكن انا عندي الجراه، انا واجهت المجتمع ككل، انا واجهت دارنا، انا ما عنديش علاش غنخاف. انا الا كانت غتجي الموت على شي يد شي واحد، كاينه غموت وحده. الا كانت غتطبق شي حاجه، انا قلت لكم، قلت لكم الا ما تغيرتش وما تبدلتش راه اقسم علي الرجم، طبقوا عليا الرجم. انا ما عنديش اشكال، انا باغي نتبدل، ولكن الا كنت انا بغيت شي ايد اللي غتهز بيا نظيفه، ماشي ايد تكون مصدقه. كما سبق لي وقلت لكم، انا ما كاينش شي واحد اللي غيمد ليه بيد الرحمه. رحموني، انا رعيت، انا راه مليت، انا راه صافي جبرت حياتي مولات عذاب، يعني الزنقه. واش كاين ما كاينش قلوبكم الرحمه؟ يعني حتى رمضان اللي خاص بنادم يتخبى فيه، انا كنبات غير في الزنقه وكنضل غير في الزنقه وعايش غير في الزنقه. باقي تتعرض للهجوم رمضان؟ لا، انا كنت بقيت مخبي، كنت كنضل مخبي وكنمشي نصلي لله عز وجل الاركان ديالي والحمد لله. تطلب من المغاربه اليوم يتعاونوا معي ويتضامنوا معي بايد المحنه والشفقه والرحمه. اللي شي ياخذ النمره ديالك غير باش يتفلاو. الله يرحم لكم الوالدين، الا كنتو غتساعدوني مرحبا على الراس والعين، الا كنتو غتفلاو عليا بلاش، بلا ما تضيع وقتك. انا كنقول لك بلا ما تضيع وقتك وتفلى، سير استغل وقتك في شي حاجه اخرى، سير تقرب الله عز وجل وطلب الدنيا. راه الدنيا دايره بحال ما كاين الصابون اللي مصب اليوم يصب غدا. بعد على الرحاوي بغى يرجع لطريق الله وبغى يرجع لطريق. انا بغيت نتوب، انا بغيت نتوب، وعندي اليقين في الله عز وجل انني غنتغير. الحمد لله اليوم شفناك في حله جديده، جاكيطه بلباس ديال الراجل، واش هادي من العلامات؟ الحمد لله. ما يمكنش ندخل للجامع ديال الرجاله وانا لابس حوايج العيالات. اش بغيت تقول للشباب، الشباب اللي باش ما يطيحش في هادشي اللي طاح فيه عبد العالي واللي طاحوا فيه عده شباب؟ تنقول لهم ما تبعوش رفقاء السوء، والحمد لله انا ما شاد لا بليا لا حتى شي حاجه، الحمد لله. وكنقول لهم ما عمركم تشفاو، ما عمركم تضحكوا. عبد العالي ندم على هادشي اللي داز؟ درت، ندمت بزاف عبد العالي، ندم حيت كان تيبيع لحمو بزاف،
حيت اللحمي وتحاسبت عليه، بعت اللحمي وتحاسبت عليه، تشديت. البلاد كتبيع لحمك وكتعاقب عليه، كتبيع لحمك وكتعاقب عليه. علم الله كون شفرتي، كون قتلتي، كون سرقتي. انا نحاول مني كتشوف هاد كيفاش تخرج مع شخصيات مع ولا غير مع ناس ولا الشعب. كاش كنخرج غير مع الناس ولا الشعب ما نكذبش. اش مين اللي كانت هل كانوا تيستغلوا 200 درهم هادوك الناس ما كانوش يستغلوك كتي بخاطرك كحيت ما عنديش من الناس نعيش. اش باش يوصل الناس اللي تيستغلوا بحال عبد العالي اللي كيستغلوا الله يعفو عليهم حيت مضرقين الله يعفو عليهم حيت مضرقين. انا ما بقاتش في اللحيه ما نجبتش انا الشخصيات حيت ما عمرني مشيت مع شي شخصيات ما نكذبش. المثليه هذه كينفع عده ناس كاين اللي تزعل عليهم المثليين طول المهم ديال الرجال كيموتوا على اللي مثليه غير كيتخباو في حويط الرجال اللحيه مضرقه. اش بغيتقول لهم؟ الله يعفو عليكم. اش بغيتقول للناس اللي ما تيرحموش بحال عبد العالي الله يرحمه؟ رحمونا ما تشوفوناش بواحد العاله او شوف ما اصبحتوا معاه على الوجه. لا احنا ماشي عاله الله يعز محمد السادس والله ينصروا اللي عطينا الحقوق ديال المثليه غير ما تشفرش وما تعداش الله ينصره والله يخليه لنا والله يطول لنا في عمره. داري ما عمرك شي شي حبس على السرقه ولا شي حاجه. نو جامي تلافي داري رسالتك الناس اللي بغاو يتعاودوا معاك وديروا هذا الخير في هذا الشهر دير الاوفرال باش تكمل على طريقك الصحيح وترجع. الله يجعل ليهم اللي غيتعاون معايا الله يجعل ليه مغفره من الله يثبت ليه الاجر. اش لا نقول باش ما يطيحوش في الارض باش ما يطيحوش في هذا الشيء باش ما يتنسبش عليهم باش ما يجلسوا في ديارهم ويتبعوا الكلام اللي بكي ما يتبعش الكلام اللي يضحكوا. سي فري لي بارون هما كل شيء في الدنيا. الانسان ما خاصوش يتبع اللي بكوا يضحكوا خصو يتبع اللي بكيه. ونصيحه الام والاب هما كل شيء رغم انا بابا قاسي وبزاف الحوايج وما شافش فيه واحد العين ديال الرحمه كنقول لي مع هذا المنبر الله يسامح وان الله غفور رحيم. وانا صافي ما لقيتش ما نعطي عطيته التيقار فرشت كرتونه في الزنقه والحمد لله ولو غطايا فراشي الارض غطايا سما نحمد الله ونشكره. انا نحاول ما ندمش حتى العائله تخلوه عليه حيت خرج من الطريق حيت درتها لراسي ما انبني حتى شي واحد ما ندمش ما درتها لراسي ما ندمت ماشي ما ندمت ولكن ما ضربني حتى واحد على يد كما كيقولوا الناس. يعني داركم ماشي سبب ماشي سبب لا سي فري دارنا سبب حيت بابا انا باغي غير الماده كيبغي غير الفلوس لكن صافي ملي ما كتبقاش تدخل واحد المبلغ صافي كيتشفر بابا تزوج والمشاكل مع مرات الاب بزاف صافي عييت جفرت حاول يخرج صافي لقيت غير الذئاب لقيت غير الذئاب اي غتحط دريه في الليل راه غتلقى غير الكلاب تابعينا دريه مسكينه اللي بنت غتلقى غير الكلاب تابعينا حساك انا اومسيكسيوال كي غنبان لهم فريسه ولكن دابا عبد العالي بديت رجل بديت كنترجل الحمد لله. رسالتك للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. مبروك عواشركم باش ما تمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطوله العمر والله يجعلني خفيف ضل قلوبكم. وكنطلب من المغاربه يتعاونوا معايا. النمره ديالك 07 08 39 70 07 08 39 70 شكرا عليكم ومبروك عواشركم والله يجعلني خفيف ضل على قلوبكم.